وللحديث عن اتهامات ذوي المغيبين قسريا للأحزاب السياسية باستغلالهم في الدعاية الانتخابية وعجز الحكومة عن حسم هذا الملف، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية شيخ فايز الشاووش. أهلا بك معنا شيخ فايز. حياكم الله وأهلا ومرحبا. أهلا بك شيخ فايز، يعني بداية 6 سنوات على ملف مختطفي السجلاوية، لماذا صعدت الآن قضيتهم إلى سطح اهتمامات الأحزاب السياسية برأيك؟ يعني بكل تأكيد أولا تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام، وتحية إلى أهالي المغيبين والشهداء الذين دفنوا، البعض منهم ما هم أحياء. بكل تأكيد العملية السياسية شكلت فريقين، فريق يحمل مشروع طائفي ضغين ويحمل حقد ويحمل مشروع إبادة الطرف الثاني، والفريق الذي يدعي يمثل المكون السني هم أناس جاءوا من أجل كسب المال فقط، فلذلك قبلوا بأن يكونوا في العملية السياسية والدستور والقانون الدستور بأن يكونون أقلية. فعندما تكون جهة أقلية لا تتمكن من إصدار أي قرار أو لا تتمكن من تنفيذ أي شيء يخدم أهاليهم أو محافظاتهم، وبالتالي هذه نتائجها. الآن هم يسعون من أجل قضايا انتخابية لدغدغة مشاعر أهالي المغيبين وأهالي الذين دفنوا وهم أحياء وأهالي المهجرين وأهالي كذا، من أجل مكاسب انتخابية ومن أجل التفاف في الشارع السني حول ممثليهم. وبالتالي هذه القضايا لا تنفع شيء ولا تجد شيء، لأن المشروع السياسي والعملية السياسية بالعراق والقرارات هي مهيمن عليها من قبل إيران وقادة الميليشيات والميليشيات، وأما الحكومة فهي فاقدة للشرعية ولا تملك أي صلاحية، بالإضافة إلى أنها كذلك تحمل نفس طائفي إسوة، لأن شكلت من ضمن الأحزاب الطائفية ومن ضمن قادة هذه الميليشيات. إطلاق الكاظمي وعودا بالكشف عن مصير المختطفين، هل يأتي في نفس السياق؟ يعني لا، من السابع مستحيل. الكاظمي هذه مواعيد استخدمها قبله العبادي، واستخدمها عادل عبد المهدي والمالكي، وبالتالي لم يرى الشعب العراقي إلا مزيد من الدماء ومزيد من المجازر ومزيد من إشاعة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية وسرقة الأموال وهيمنة إيران سنة تزيد عن السنة الأخرى بزيادة الهيمنة، وهي وميليشياتها على العراق وعلى القرار العراقي والملفات العراقية الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبالتالي على الشعب العراقي مسؤولية، وخاصة أثناء المحافظات السنية العزوف عن هذه الانتخابات، لأن هؤلاء ليس فقط إلا تجار ولا يحملون أي شيء ذرة واحدة من الخوف على أبناء محافظاتهم أو مناطقهم أو أبناء العراق، وبالتالي العزوف عن الانتخابات لدى العراقيين هو الحل الوحيد، والتي لا يجعل قيمة أمام الرأي العام الدولي لهذه الطبقة السياسية الفاسدة والسارقة والقاتلة لأبناء العراق. مقاطعة الانتخابات شيخ فايز، كيف لها أن تخدم يعني قضية المغيبين قسرا؟ يعني تستخدم قضية المغيبين قسرا؟ يعني بكل تأكيد مقاطعة الانتخابات، يعني هل يجوز بأنه عوائل أبنائهم مختفية يروحوا يشاركوا بالانتخابات ويشرعون مشروع سياسي هو ذبح ابنائهم؟ فبكل تاكيد لا يجوز. اما من يدعي عوده تاره ابناء جرف الصخر، تاره ابناء اهالي منطقه جرف الصخر، وتاره ابناء الصقلاويه او الازرقيه، هذه لا صحه لها ولن تظهر اي نتائج، وستنتهي الانتخابات بدون اي نتائج لظهور اي مغيبين او ظهور أو عودة أبناء جرف الصخر أو ديالى أو المناطق الأخرى، أو تعويض هؤلاء أصحاب الضحايا أو أصحاب المفقودين أو المخفيين قبل. نعم، يعني أمام هذه المأساة التي يمر بها المغيبون في العراق وأسرهم، هل تعتقد أن تدويل قضية المغيبين قد يكون هو الحل الوحيد في ظل تقاعس القضاء في العراق؟ بكل تأكيد لو هناك جهة سياسية
أو عناصر وطنية تملك هذه الطبقة السياسية لكان دولوا هذه القضية إلى قضية أممية لكي المجتمع الدولي هو يأخذ دوره وهو يتحمل مسؤولية الأخلاقية والقانونية، لأنه العملية السياسية أو الحكومات المتعاقبة وآخرها حكومة المالكية هي غير جادة بالكشف عن المغيبين أو المختطفين أو إصدار عفو عام يشمل جميع الذين ظلموا في السجون تحت التعذيب وتحت الإكراه. نعم، إذن المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية الشيخ فايز الشاووش، شكرا جزيلا لك.